في زاوية دافئة من أزقة بغداد العتيقة، حيث تلتقي الحكايات برواة أساطيرها، تقف دكانة تضم فضاء صغيرا من الألوان والأقلام بأنامل تعشق الحبر والورق. جمع عراقي بصبر السنين وشغف الروح أكثر من مليون قلم، كل يحمل بين ثناياه إرثا، قصة أو حلما ضائعا في غياهب الزمن. منذ 40 عاماً مضت في شارع المتنبي، الشاهد على صخب الأدب وهمس الكلمات، بدأت رحلة علي المندلاوي مع الأقلام. كانت بسطة صغيرة هي نقطة الانطلاق، ولكن عزيمته وشغفه بالأقلام لم تكن صغيرة بأي حال من الأحوال. جدران دكانه الصغير التي تحتضن أقلاماً من مختلف الأزمان والأنواع والألوان، والماركات العالمية وأقلام الرصاص المحلية التي تعود لعام 1970 تحكي قصصاً لا تنسى. تلك الأقلام التي أصبحت شاهدة على تغيرات الزمان والمكان، جعلت من دكان المندلاوي وجهة يقصدها السياح، ليس فقط من داخل العراق بل من خارجه أيضاً. فهنا يمكن للزائر أن يسافر عبر الزمن بين الماضي والحاضر، ليستشعر قيمة الكلمة وأهمية القلم الذي كان في يوم ما رمزاً للمعرفة والعلم. ولد المندلاوي في محافظة ديالى عام 67، وعاش طفولته وسط ظروف صعبة فرضتها سنوات الحرب العراقية الإيرانية. وبعد انتقاله إلى بغداد ومع مرور الزمن، وجد نفسه مسؤولاً عن إعالة أسرته بعد وفاة والده، لكن الصعاب لم تثني من عزيمته، بل كانت دافعاً لبداية قصته مع الأقلام التي تحولت مع الزمن إلى شغف ورسالة، رغم أن القلم فقد جزءاً من قيمته في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، إلا أن المندلاوي ظل متمسكاً بأهميته الثقافية والمعنوية. فالقلم في نظره ليس مجرد أداة للكتابة، بل هو رمز للثقافة وعنصراً أساسياً في تنظيم أمور المجتمع وتوجيه الحياة. في دكانه الذي يشبهه بمتحف للأقلام، يجد الزائر ليس فقط أقلاماً بل قصصاً وذكريات ورموزاً ثقافية. وعندما يهدي المندلاوي زائريه قلماً، لا يكون مجرد هدية بل رسالة، مفادها أن القيم الثقافية والمعنوية لا تقدر بثمن، وأن من يجمع الأقلام يحمل في قلبه حباً للحياة واحتراماً للمعرفة.